أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا. والبداية من النيابة العامة، حيث أمرت بحبس مدير شركة بتهمة الشروع في تهريب شحنة من وقود الديزل إلى خارج البلاد عبر ميناء طرابلس البحرية. أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تواصل اعتصامها إلى حين تحقيق مطالبها، وأهمها تنفيذ جدول المرتبات المتأخرة. أحبط مركز جمرك ميناء الخمس محاولة تهريب 500 بندقية صيد كانت مخبأة داخل حاويات وصلت إلى الميناء قادمة من تركيا. جددت مراقبة تعليم درنا تأكيدها أن الدراسة ستستأنف في كامل المدينة يوم 28 من أكتوبر الجاري بعد توقفها الشهر الماضي جراء الفيضانات. حقق منتخب ليبيا لكرة القدم فوزا معنويا على حساب ليبيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية أقيمت بالمغرب في إطار الاستعداد لتصفية كأس العالم 2026. بحثت الشركة الليبية للموانئ إعادة تفعيل ميناء درنا البحرية بعد توقيفه جراء الفيضانات التي شهدتها المدينة الشهر الماضي. نهاية النشرة وإلى اللقاء.